سمحوا لي حتى انا راه عندي اليوم المفاجآت، اليوم راه عندي المفاجآت. شوف بلي يبغيك ربي يجعل الناس في الارض يبغوك. معليش راهم يسمعوني، راكم تسمعوني؟ بغايا غايا. بارك الله فيكم. تما عيطنا لهاشم باش يدير الشعر، لكن سوف يقدم لجمهوره أغنية. نعم أهلا، كي راكم؟ راكم بخير؟ نعم سيد هاشمي بن سمير سوف تقدم للجمهور أغنية مفاجأة، ولا تقول لنا الأغنية إن شاء الله تعجب الجمهور. سيدة قرشة، سيد هاشمي، سيد هاشمي غادي يقدم أغنية، تفضل. والله مفاجأة باسكو أنا شوية جديد. نشكر الجمهور الوفي واللي راهم يتبعوا فينا الاغنيه الوهرانيه البدويه الوهرانيه الاصيله، وحنا نحبوا وهران وتحيا وهران. حسره على وهران كي كانت تقبيل، قالها وما ليها كذلك ابطال، يعز المظلوم يفوز القليل، واذا يقصادهم ما يشوف تهوال، تجبر في الطحطاحه طلبه ما تلاقين، وكصورها متقابله بالعيان، فيهم في لبسه براني سبقه الصارين، ومن فوق الشمله متقاوسه الخيطان. شكرا. هذه الاغنيه كلماتي وتلحين على الجزائر سيدة الاوطان. Yeah.
راوني